السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، ولقاكم الفيديو نتاعي في أحسن الأحوال وبصحة جيدة إن شاء الله يا رب العالمين. اليوم حبيت نبارطاجي معكم وصفة بزاف بنينة، باستيل تاع السنغال، تجي رائعة رائعة، عن تجربة جربوها ما راحش تندموا. بالنسبة للعجين عندي 600 غرام تاع الفرينة، عندي 50 غرام تاع زبدة دايبة، زوج بيضات، عندي كيس خميرة نتاع الحلوى، وعندي الملح، وعندي الحليب باش نلم العجين تاعي حوالي 200 مليلتر نتاع الحليب. وبالنسبة للحشو عندي بصلة مسكرفجة، وعندي صدر دجاج بعد ما قطعته إلى قطع صغيرة كما راكم تشوفوا، قطعته إلى قطع صغيرة. نبدأ في الطريقة على بركة الله. بعد ما حطيت الفارينة نحط البيضتين، ونضع الملح، نقلل من الملح، ونضع خميرة الحلوى، نضع قليل من الملح، ونضع الزبدة دائبة، ونحاول نخلط كامل المكونات نتاعي. وبعد ما نخلطهم نلم بالقليل من الماء للحليب عفوا، انا هنايا درت 250 مليلتر نتاع الحليب، راح نحط بشويه حتى نتحصل على الخليط القوام اللي بغيتو انا، اكيد الحليب يكون شويه دافي. هذه هي الكميه اللي راح نزيد، راح نعجنها قليلا. لما تشوفوا العجين تاعكم يتلاصق هكاك يعني ما تتخلعوش منه، والفرينة نعرفوها لما نعجنوها عشان تلم روحها، وكل وحده والفرينة، كاين الفرينة اللي تشرب وكاين الفرينة اللي ما تشربش. انا الفرينة تاعي هذه من النوع اللي ما يشربش، نعجنوها قليلا. شوفوا انا حطيت 250 مليلتر نتاع الحليب، راهي بقات 150، يعني حطيت 100 مليلتر نتاع الحليب. وحسب الفرينه، الا كانت الفرينه نتاعك تشرب اكيد راح تكون الكميه اكثر. كما قلت لكم انا الفرينه تاعي ما تشربش، لهذا ما هزتليش بزاف تاع الحليب. نحاول نعجنها قليلا حوالي 4 دقائق حتى نتحصلوا على العجينه تاعنا تكون ملساء. نخليوها ترتاح ساعه، وبعد ذلك ان شاء الله نشكلوها ونروحوا نديروا الحشو مع بعضنا. يعني وصفة غزالة غزالة ما شاء الله. انا كليتها عند سينيغال، كل ما نروح للمارشي لازم نشري. يعني وصفة والله ما شاء الله، تاكليها بصوص الكيتشوب حار ولا مش حار. مثلا الا ما عندكش الكيتشوب تقدري ديري طماطم طيبيها لصوص عادي، ديريها مع الفلفل الاحمر الحار مثلا إذا بغيتو الحار، ولا ما بغيتوش الحار ديروا طماطم عادية كما نديرو لاصوص تاع البيتزا عادي، تجي بزاف غزالة، تجي بزاف بنينة. وها هي العجينة تاعي كما قلت لكم، ما تخافوش منها كي تلقاوها تلتصق في اليد، تكون عجينة طارية. انا نغطيها نخليها ترتاح ساعه ونروحوا نديروا الحشو ان شاء الله مع بعضياتنا. هنايا بعد ما جبت المقلاه نتاعي حطيت البصل، وحطيت الدجاج، نحط
هنا راح نستعمل الزبده، ممكن تقدروا تستعملوا الزيت او السمن، يعني ديك من الاختيار. نضع ملعقه تاع الزبده، نحطهم على نار دليله. هنايا بعد ما حطيتهم على النار ونخلي الزبده تاعي تذوب، نخلي المكونات نتاعي يطيبوا ويدبل البصل والتوابل اللي راح نستعمل. طبيعة الحال الملح، ونضع الكركم والقليل من الكوري، والقليل من الزنجبيل، نضع التوابل، القليل من الفلفل الأسود. كما قلت لكم دائما ما تكتروش بزاف الفلفل الاسود. الزنجبيل، ملعقه صغيره زنجبيل، ملعقه صغيره كيري، وملعقه صغيره كركم. هذو هما التوابل اللي راح نستعمل. ونضع ملعقه تاع الهريسه، هذه اختياريه، يعني الا بغيتو ديريوها ولا يعني تنحوها اختياريه الهريسه. ودرت ملعقه تاع الهريسه، هذه كما قلت لكم راهي اختياريه ماشي ضروريه. نخلي المكونات نتاعي يطيبوا على غرضهم، ومن بعد ذلك نطفي عليهم ونخليهم يبردوا تماما. هي العجينه نتاعي بعد ما ارتاحت لمده ساعه، نضع على طاوله العمل القليل من الفرينه، نقسم الخليط نتاعي على اثنين، نطرح العجينة تاعي. هما يجيو على شكل كما لي سوفلي، ولكن يجيو اقل حجم لي سوفلي. لي سوفلي يجيو شوية كبار على الباستيل. نطرحوها شويه رقيقه، نجيب الكاس نتاعي نقصها دوائر كما راكم تشوفوا الحجم نتاعها يكون رقيق بهذه الطريقه. نهز العجين تاعي هذا، نزيد نغطيه ونخليه يرتاح لمدة 5 دقائق. وهذا الحشو تاعي بعد ما برد نخليه يبرد تماما، ونحط القليل من الحشو، نضع القليل من الحشو ونغلق بهذه الطريقة. يعني تغطوا مليح، ولا تقدروا ديروا بالفرشيط. وتغلقوا على الجوانب بهذه الطريقة. زيد ندير معاكم حبة.
سهلة، تقدروا ديروا بهذه الطريقة. نجيبوا سكين، ديروك هكذا بهذه الطريقة باش يخرج لكم بشكل شباب، تجي يعني الشكل تاعها باهي. تقدروا ديرو بالفرشيط، هذه هي الشكل تاعها. انا نكمل كامل الحباس تاعي ونتلاقاو ان شاء الله بعد ذلك. وهذا الباستيل تاعي بعد ما وجدتهم راني حطيت الزيت. هاي الحبيبات ديالي، الزيت تاعي راهو تقلى، راهو غلى. نحط الباستيل تاعي، اقفلوهم مليح باش ما يفتحوا الكمش، وراه ما يطولوش في الطياب، يعني بسرعه يطيبوا. لو كان ما تقفلوهمش مليح راح يفتحوا. وما تبهلوش عليهم، ما تغفلوش عليهم باش ما ينحرقوش. الحبيبات ديالي بعد ما وجدت، بعد ما قليتها، شوف الله يبارك، جبت كميه لا باس بها. وناكد لكم، ناكد لكم مغلقوهم مليح مليح. انا كاين حبات ما غلقتهمش مليح ونفتحوا لي، يعني صابه ماشي نفتحوه خلاص خلاص، ولكن شويه مثلا كما هذه، شوف كي فتحت لي شويه. نتوما حاولوا غلقوهم مليح باش ما يخرجوا لكمش، ما يخرج لكمش الحشو وما تنفتحش. المهم الحبيبات ديالي، هذه هي الوصفه، نقربها لكم عن قرب. هذه هي وصفتنا لنهار اليوم، ان شاء الله تعجبكم وتنال اعجابكم واستحسانكم. ان شاء الله جربوها وردوا لي بالخضر، عن تجربه تجي بزاف بزاف بنينه، سهله بسيطه في متناول الجميع. ما تنساوش ديروا لايك واشتراك وتفعيل الجرس، هكذا باش يوصلكم كل ما هو جديد. وبارطاجيو بين الاهل والاحباب والاصدقاء لتعم الفائده. نشوفوا حبه مع بعضياتنا كيفاش تكون من الداخل. هذه هي وصفتنا، هكذا تكون من الداخل، تكون هشيشه خفيفه والذوق نتاعها يروح شويه للصابلي، يجي يقرمش شويه. ان شاء الله تعجبكم وتجربوها. ما لي غير نقول لكم رانا وصلنا الى نهايه الفيديو، والى الملتقى ان شاء الله في فيديو اخر. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، احبكم في الله. سلام.